معنا المداخلة أو لا؟ طيب معنا المحامي الأستاذ ناصر بن صالح الصالح، حياك الله. حياك الله أخي المحامي ماجد، وحيا الله ضيفك الكريمين. الله يبارك فيك. قبل قليل كنا نتحدث عن البرامج القانونية، أنت ما شاء الله تبارك الله يعني لك تجربة في هذا الأمر، خاصة في البرامج الإذاعية، قدمت ربما قضائيات وأقضية في إذاعة القرآن الكريم، وقدمت أيضا برامج تلفزيونية، ودنا تحدثنا عن تجربتك هذه ومدى فائدة الناس منها. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد فأشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذا اللقاء، وأشكر والدي الكريمين وأترحم على والدي رحمه الله، فقد كان له اليد الطولة في أن أصل إلى ما وصلت إليه. الحمد لله. أشكر أيضا جمعية قضاء، الجمعية الرائدة العلمية، وأشكرها لالتفاتاتها الأولى للإعلام، وأحسب أن برنامج قضائيات سبقه برامج كثر، إنما ميزته أنه حبب البرامج القضائية للناس، فكان الإصدار للقضائيات في بدئه مبتكرا، كان موائما للتحديثات والتجديدات، كان موائما لانتشار تويتر إذاك، فكان في قلب كل حلقة تغريدات صوتية لفتت الانتباه، وأيضا الضيوف الأكارم والجمعية كان لها وقفة حقيقة، بل وقفات في هذا البرنامج. نعم. ودعمته بكل ما تستطيع. النشر للبرنامج كان طيبا ومناسبا، لأني أنا أتكلم عن جزئيات إعلامية مهمة وهي بالحقيقة أسرار للشغلة لكن يحسن سياقها لمن يتابع من المهتمين. نعم. نعم. الإعداد هو لب البرامج هذه. نعم. والإعداد أصناف، أهمها وأعلاها في برنامج نشر الوعي هو أن تعمد إلى مختص تستضيفه في لقاء يعرض فيه الموضوع الذي هو مختص فيه. جميل. فيكون هذا الضيف الجهبذ المختص هو قائد فريق الإعداد في هذا اللقاء في هذا البرنامج. جميل. البرامج على أنواع، برنامج طويل النفس مثل برنامج وبالعدل، وفي برنامج قضائيات طويل النفس، فهذا يعني الضيف يأخذ حقه ووقته أيضا. نعم. وهناك برنامج أنصح به، هو برنامج تلفازي صدر عن أيضا جمعية قضاء، عدته 30 حلقة فقط. نعم. وهو كل حلقة مدتها 25 دقيقة. نعم. هو أقضية. أي نعم، برنامج أقضية، من شاهد هذا البرنامج من مبدئه إلى منتهى، جميل، أزعم أنه سيخرج بحصيلة عظيمة جدا للتقاضي. كان العرض فيه يختلف عن العرض في برامج الأخرى. جميل جميل. أستاذ ناصر، كيف لمست استفادة الناس من هالبرامج أو حاجتهم لها؟ لا، الحاجة ماسة، والأحسب أن هذه البرامج لم تحرك الماء الراكد فقط، إنما لفتت انتباه الناس إلى العناية الفائقة بجانب التقاضي. أحسب أن هذه البرامج أيضا كان لها دور كبير في خدمة المتلقين في حيث المطالبة بحقوقهم أو صيانة حقوقهم أيضا. نعم. كان لها أثر في الاهتمام بالعقود أيا كانت، وهي التي يرتكز عليها التقاضي عندنا. نعم. المستأجر يتعاقد، وقد مضت حلقة العقود في الحلقة الماضية. الصدى حقيقة صدى طيب من خلال ما أسمعه من ضيوف البرنامج ومن يعني أشاهدهم أو ألتقي بهم عرضا، ويلتقي بهم أيضا إما المشاركون أو الضيوف. البرنامج قضائيات كان يعرض مع خروج العاملين في القطاع العدلي، وكانوا يستمعون إليه، وكان أيضا يستمع إليه أيضا أصحاب المشايخ الفضلاء القضاة ومن في حكمهم. جميل. وكانت أصداء البرنامج لديهم طيبة. أي. ويثنون عليه. الحمد لله. كذلك برنامج أقضية كان له صدى طيب من خلال التعليقات. أنا فقط هنا أنبه وأعتذر
نعم عن كل من ربما وقع في نفسه عند ناصر الصالح يقاطع كثيرا نعم. الضيوف في أقضية، لأن البرنامج كان يقتضي مني تلك نعم الخطأ. طبيعة البرنامج نعم إيه، وكنت أعتذر لكل ضيف في بدئه قبل أن ننطلق أني سأقاطع كثيرا في أجل أن ننتقل من واحة إلى واحة ومن محور إلى محور حتى نصل إلى أكبر عدد من الفوائد نسوقها في هذه الدقائق. جميل، إذا سأقاطعك الآن سعادة المحامي ناصر الصالح، شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي حرصت عليها لإعطائنا الوجه الآخر من البرامج الإذاعية. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا.